بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم في خدمة دروس وأقدم لكم درسا جديدا للصف الثالث الثانوي للفصل الدراسي الثاني في مادة الكيمياء، وموضوع الدرس هو تدريبات على هاليدات الألكيل وهاليدات الأريل. أعد الدرس ويقدمه محدثكم ناصر عنيق. سنتعلم اليوم في هذا الدرس أن نعرف المجموعات الوظيفية، أن نتعرف على مركبات المجموعات الوظيفية، أن نميز بين المركبات بين مركبات المجموعات الوظيفية. التدريب الأول: هي ذرة أو مجموعة من الذرات تتفاعل دائما بالطريقة نفسها، هل هي هاليدات الألكيل أم المجموعات الوظيفية أم هاليدات الأريل أم الكحولات؟ ممتاز، الجواب الصحيح هي المجموعات الوظيفية. المجموعات الوظيفية، وطبعا المجموعة الوظيفية قد تكون عبارة عن ذرة وقد تكون عبارة عن مجموعة من الذرات، وسنرى بعض الأمثلة عليها في قادم التدريبات. تدريب رقم 2: يمثل الرمزان R شرطة فراغ مرتبطة مع المجموعة الوظيفية، هل هي سلسلة من ذرات الكربون أم حلقة من ذرات الكربون أم R رابطة مضاعفة O R واحد أو R شرطة أو حلقة بنزين مرتبطة مع الآر أو كل ما سبق غير صحيح؟ نعم ممتاز، الآر والآر شرطة هو عبارة عن سلسلة من ذرات الكربون، تستطيع أن تحدد بدايتها وتستطيع أن تحدد نهايتها، أي أنها سلسلة متصلة من ذرات الكربون، وهي تختلف عن الأريل اللي هي حلقة البنزين، حيث يرمز لحلقة البنزين بالرمز A capital R small عشان نفرق بين المقصود بالسلسلة المفتوحة والحلقة. السلسلة المفتوحة نرمز لها بالرمز R شرطة R1 إلى آخره، أما إذا كانت عبارة عن حلقة فيرمز لها بالرمز A capital R small. تدريب رقم 3: الصيغة العامة لهاليدات الألكيل هي RX، حيث X تمثل FCLBAI أو FECLBRI أو FCABRI أو FCLBRI. ممتاز، الاختيار الأخير هو الصحيح، وطبعا الـ X هنا تمثل المجموعة رقم 17، عناصر المجموعة رقم 17 اللي نسميها الهالوجينات، وهي الفلور والكلور والبروم واليود، وهي لا تضم الكالسيوم ولا تضم الحديد ولا تضم الباريوم، فالخيارات الأولى كلها خاطئة لوجود عناصر ليست من ضمن المجموعة رقم 17، هنا الباريوم وهنا الحديد وهنا الكالسيوم، أما الخيار الأخير فهو الصحيح الذي يحتوي على عناصر المجموعة رقم 17، الفلور والكلور والبروم واليود. تدريب رقم 4: المجموعة الوظيفية اللي هي الأمين موجودة في الصيغة العامة الآتية ROH ROR شرطة RNH2 RC رابطة مضاعفة OH، أين توجد مجموعة الأمين أو المجموعة الوظيفية الأمين؟ ممتاز، هو الخيار الثالث، الخيار الثالث هو الذي يحتوي على مجموعة الأمين، هو الذي يحتوي على مجموعة الأمين اللي هي NH2. طبعا كل هذه عبارة عن مجموعات، مجموعة الأمين هي الـ NH2، مجموعة الأمين هي NH2، عندما يأتي المركب يحتوي على NH2 فالـ NH2 هذه تسمى مجموعة الأمين. تدريب رقم 5: ما المجموعة الوظيفية لكل من المركبات العضوية التالية؟ المركب العضوي الإستر والألدهيد والأحماء والكحولات. طبعا تعرفون أنه بعض المجموعات الوظيفية تأخذ نفس اسم المركب، وبعض المجموعات الوظيفية اسمها مختلف. طيب
نبدأ بالاستيراد. هل اسمها يختلف عن مجموعاتها الوظيفية؟ لا لا يختلف. إذا الاستر استر، ممتاز. طيب والألدهيد؟ نعم يختلف. الألدهيد ماذا تسمى مجموعة الوظيفية؟ كربونيل، ممتاز. والأحماض الكربوكسيلية؟ نعم مجموعة الكربوكسيل. والكحولات؟ هيدروكسيل. إذا نقول أنه الاسترات المجموعة الوظيفية لها استر، وصيغتها العامة هي سي رابطة مضاعفة أو، ثم السي نفسها مرتبطة بالأو، ثم الأو مرتبطة بالآر. طبعا هذه هي المجموعة الوظيفية ونسميها مجموعة الاستر، سي رابطة مضاعفة أو أو آر. أما إذا وضعنا ذرة هنا فسيصبح المركب استر، سواء وضعنا H أو وضعنا R اللي هي عبارة عن C فتسمى استر. إذن الاستر مجموعة الوظيفية، لو استرات مجموعة الوظيفية هي استر. الألدهيدات مجموعتها الوظيفية هي الكربونيل، والكربونيل هي رابطة مضاعفة مع C، رابطة مضاعفة مع الأو، هذه هي الكربونيل C ورابطة مضاعفة مع الأو فقط، هذه الكربونيل. وحتى يكون ألدهيد لابد لإحدى الرابطتين اللي بين الكربون والذرات الأخرى لابد أن تكون هيدروجين، لابد أن تكون هيدروجين. يعني إذا كنا نريد ألدهيد فيجب أن تكون مجموعة الكربونيل، يعني يبقى لها رابطتين، ما إحداهما هيدروجين، لابد ضروري تكون إحداهما هيدروجين، لابد أن يكون لديه مرتبط بمجموعة الكربونيل هيدروجين يصبح ألدهيد. أما الأحماض الكربوكسيلية فمجموعتها كربوكسيل، وهي بالشكل التالي: السي مرتبطة مع الأو برابطة مضاعفة، ثم السي مرتبطة بالأو، ثم الأو مرتبطة مع H. وتلاحظون أنه في الأحماض الكربوكسيلية لدينا مجموعتين وظيفيتين بس مع بعض مرتبطين، الكربونيل كما في الألدهيدات والهيدروكسيل. ولكن حتى يكون مركب حمض كربوكسيلي لابد أن تكون الـ OH مرتبطة بالكربونيل، لابد أن تكون مرتبطة بالكربونيل. وهذا المركب أو هذه الصيغة C رابطة مضاعفة O OH اسمها مجموعة الكربوكسيل. طبعا يمكن أن تكتب بطريقة أخرى وهي COOH بدون ما تكون الروابط ظاهرة، COOH، وأن تفهم بعد ترتيب الروابط أن المركب يحتوي على هذه المجموعة الوظيفية. طبعا لاحظ في الألدهيدات وفي الإسترات وفي الأحماض الكربوكسيلية الرابطة الناقصة، الرابطة الناقصة يمكن أن تكون مع هيدروجين، ما في إشكال، يمكن أن تكون مع هيدروجين، وفي هذه الحالة سيصبح من الأبسط في المركبات الألدهيدية أو الأحماض الكربوكسيلية. أما الكحولات فإن المجموعة الوظيفية لها نعم الهيدروكسيل، وهي عبارة عن رابطة بين الأو والإتش ترتبط بمركب عضوي. طبعا الكحول لا يمكن تكون الرابطة الناقصة مع الأو هنا إتش، لأن لو كان إتش سيصبح حمض، سيصبح ماء، لذلك لابد أن تكون هنا سي كربون، لابد أن يكون سي حتى يكون عندنا كحول. إذا الإسترات مجموعة الوظيفية إستر، الألدهيدات مجموعة الوظيفية كربونيل، الأحماض الكربوكسيلية مجموعتها كربوكسيل، والكحولات مجموعة الوظيفية هيدروكسيل. تدريب رقم 6، سم مركبات هاليدات الألكيل التالية وفق نظام الأيوباك اللي هو النظام العالمي الدولي. طبعا التسمية هنا نذكركم بها، نختار أطول سلسلة من ذرات الكربون يفضل المستقيمة، ثم سنعطي المركب اسما من مقطعين بعد أن نرقم المركب بحيث تأخذ الفروع أقل الأرقام الممكنة. الاسم الأول يحتوي الفروع مرتبة أبجديا، ثم المقطع الثاني اسم المجموعة اللي تحتوي على عدد ذرات الكربون واسم المركب العضوي كما سيأتي. طبعا هنا حتى نسمي هذا المركب، لابد أن نختار أطول سلسلة، فأطول سلسلة واضحة، هي سلسلة واضحة، هذه ذرة كربون واحدة، ذرة كربون ثانية، ذرة كربون الثالثة، لكن يعني يحتوي على ثلاث ذرات كربون، وعندنا فرعين، الفرع الأول بروم والفرع الثاني بروم،
طبعا الترقيم إما أن يكون من اليمين إلى اليسار، وهنا سيأخذ البروم الأول رقم واحد والبروم الثاني يأخذ الرقم اثنين، أو يكون ترقيم من اليسار إلى اليمين، وفي هذه الحالة تكون هذه رقم واحد ويأخذ البروم الذي على هذه الذرة رقم اثنين والبروم اللي عليه الذرة رقم ثلاثة. تلاحظون عندما نأخذ من واحد من اليمين سيكون فروع على رقم واحد وعلى رقم اثنين، وهذا أقل رقم ممكن. إذا الترقيم الصحيح هو أن أضع هذه الذرة رقمها واحد، وهذه الذرة رقمها اثنين، وهذه الذرة رقمها ثلاثة. هذا هو الترقيم الصحيح، هذه الذرة رقم واحد والذرة رقم اثنين والذرة رقم ثلاثة. أما العكس فهو ترقيم خاطئ، أما العكس فهو ترقيم خاطئ. إذن هذا هو الترقيم الصحيح. ثم بعد كيف نسمي الاسم؟ طبعا الفرع الموجود لدينا هو نفس الفرع بآر بآر، إذا لابد أن نعطي رقم الذرة الأولى ورقم الذرة الثانية، فنقول واحد فاصلة نعم اثنين شرطة. المقطع اللي يدل على التكرار ثنائي ممتاز، والفرع هو بروم، إذا نقول برومو. إذا هذا المقطع الأول اللي هي الفروع، ثم المقطع الثاني اللي يدل على عدد ذرات الكربون، طبعا ذرة واحدة ميثان، ذرتين إيثان، ثلاث ذرات بروبان. إذا سيكون اسم المركب واحد فاصلة اثنين شرطة ثنائي برومو بروبان. إذا واحد فاصلة اثنين شرطة ثنائي برومو بروبان. بروبان عندي عدد ذرات الكربون ثلاث، ثنائي لأن عندي ذنتين بروم، والأرقام من معناته على الذرة رقم واحد وعلى الذرة رقم اثنين. تدريب رقم سبعة، سم المركب أيضا بالتسمية النظامية. طبعا هذا المركب طبعا عدد ذرات الكربون فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة، ويمكن الترقيم من واحد من اليمين إلى اليسار أو من اليسار اليمين إلى اليمين. طبعا لو نرقم من اليمين إلى اليسار راح تأخذ هذه واحد اثنين، هذا الفرع الأول على الذرة رقم اثنين، ثلاثة أربعة. إذا عندي على الذرة رقم اثنين وعلى الذرة رقم أربعة من اليمين إلى اليسار، ومجموعهم ستة. أما لما نرقم من اليسار إلى اليمين فعندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، فيصبح الفروع على الذرة رقم واحد وعلى الذرة رقم ثلاثة مجموعهم أربعة، بينما من اليمين كان مجموعهم ستة. إذن هذا هو الترقيم الصحيح من اليسار إلى اليمين، الترقيم الصحيح من اليسار إلى اليمين، فتصبح الفروع على الذرة رقم واحد وعلى الذرة رقم ثلاثة. الآن نعطي بعد ما أعطينا الفروع أقل الأرقام ورقمنا المركب سنسمي الفروع طبعا ترتيبا أبجديا، البي في البرو ولا السي في الكلور. طبعا تأتي نعم البي أولا، فسنقول نعم ثلاثة شرطة برومو شرطة واحد شرطة كلورو وأربع ذرات كربون، الاسم اللي يدل على أربع ذرات كربون نعم بيوتان. إذن ثلاثة شرطة واحد شرطة ثلاثة شرطة برومو شرطة واحد شرطة كلورو بيوتان اللي هو أربع ذرات. إذن ثلاثة شرطة برومو واحد شرطة واحد شرطة كلورو بيوتان. طبعا لو ما ذكرت رقم واحد يعتبر حلك صح، لأنه معروف إذا كان ما في رقم هو الذرة رقم واحد، لم يجد رقم فهو رقم واحد. إذن اسم هذا المركب ثلاثة شرطة برومو شرطة واحد كلورو شرطة بيوتان، اللي يدل على عدد ذرات الكربون الأربع الموجودة في هذا المركب. تدريب رقم ثمانية أيضا تسمية نظامية لهذا المركب الموجود أمامنا. أولا ما هي الفروع الموجودة قبل ما نبدأ في ترقيم السلسلة؟ طبعا الفروع الموجودة البروم والفلور، ممتاز البروم والفلور. طبعا السلسلة فيها خمس ذرات كربون نعم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة،
ممتاز. الترقيم لو رقمنا من اليمين إلى اليسار 1 2 3، إذا عندنا فرعين على رقم 3 اللي هي فرعين فلور، ثم على الذرة رقم 4 أيضا يوجد بروم، إذا المجموع 4 و4 للفلور 8، 3 و3 6 للفلور و4 إذا 10. من اليمين لليسار ستأخذ مجموع الفروع 10، لأن عندي فرعين للإف. طيب من اليمين من اليسار إلى اليمين سيكون الترقيم 1 2 3 4 5، فستكون فروع على 2 و3 مرتين، إذن 6 و2 8، 6 و2 8. من اليمين إلى اليسار كان مجموعهم 10، إذن الترقيم الصحيح هو من اليسار إلى اليمين. بعد ما رقمنا نعطي المركب اسما من مقطعين، المقطع الأول فروع مرتبات جدية، من يأتي أولا الفلورو ولا البرومو؟ نعم البرومو، إذا راح يكون 2 شرطة برومو شرطة، 3.3 شرطة، ثنائي فلورو، خلصت الآن الفروع، والخمس ذرات معناه أن المركب سيكون بنتان بنتان. إذا راح نقول 2 شرطة برومو، 3.3 شرطة ثنائي فلورو، موجود ذرتين فلور بنتان. تدريب رقم 9، اكتب الآن السؤال بالعكس، اكتب الصيغة البنائية للمركب التالي. طبعا الآن الصيغة بالعكس، 1.4 شرطة ثنائي كلورو هكسان حلقي. كيف سنرسم كيف سنكتب الصيغة البنائية لهذا المركب؟ هنا نبدأ بالعكس، نذهب إلى المركب الأساس اللي هو هكسان حلقي. طبعا هكسان حلقي، هكسان معناها ممتاز 6 ذرات كربون، حلقي معناها مغلق، إذا على شكل حلقة، إذا هكسان حلقي يعني 6 ذرات كربون في الحلقة، وعندي على الذرة رقم 1 وعلى الذرة رقم 4 أنا أرقم على كيفي، سواء مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة. على الذرة رقم 1 سيوجد كلورو، وعلى الذرة رقم 4 أيضا سيوجد كلورو، على الذرة رقم 4 وعلى الذرة رقم 1 أيضا يوجد كلورو. لاحظ هذه الحلقة السداسية 1 2، أو نقول هنا مثلا 1 2 3 4 5 6، إذن هذه 3 ذرات كربون معناها هكسان، ولأنه مغلق حلقي، وعلى الذرة رقم 1 ثم 2 3 4 أيضا أصبح عندي كلور، فنقول ثنائي كلور، وعلى الذرة رقم 1 وعلى الذرة رقم 4. حتى لو رقمنا من هنا وقلنا 1 2 3 4، فهو نفس المكان يحتوي على ذرات كلورو، نفس المكان يحتوي على ذرات كلورو في نفس الاتجاه. إذن هذا هو المركب 1.4 شرطة ثنائي كلورو هكسان حلقي. تدريب رقم 10، اكتب الصيغة البنائية للمركب التالي 4 شرطة برومو 3 شرطة كلورو هبتان. طبعا نبدأ بالأساس، المركب الأساس هبتان، يعني كم ذرة كربون؟ نعم 7 ذرات كربون، نرسم 7 ذرات كربون، ثم نرقم مركب بطريقتنا إن بغينا من اليمين أو من اليسار، ثم سنضع على الذرة رقم 3 كلور، وعلى الذرة رقم 4 بروم، على الذرة رقم 3 على الذرة رقم 3 سنجد كلورو، وعلى الذرة رقم 4 سنجد برومو. والمركب الأساسي عندنا هبتان اللي هو 7 ذرات كربون، إذا هذه 7 ذرات كربون، 1 2 3 4 5 6 7، هذه 7 ذرات كربون. ثم رقمنا من اليسار إلى اليمين، فقلنا 1 2 3، على الذرة رقم 3 يوجد كلورو كما تشاهدون، وبإمكانك تكتب الكلورو داخل السلسلة بهذا الشكل أو تكتبه في الأعلى أو في الأسفل، ترى ما لا يوجد فرق بين هذه أو طرق هذه الكتابة. ثم على الذرة رقم 4 أيضا يوجد برومو، لاحظ كتبناها بطريقتين مختلفة، حتى أقول لكم أنه من الممكن أن تكتب حتى البروم في هذه الجهة، أو ممكن تضع البروم في الأسفل، لا تغيير لا تغيير في المركب، يعني وضعناه في الأسفل أو في الأعلى. طبعا لاحظوا أنه الترقيم ليس من اليمين إلى اليسار، واحد يقول لي عند البروم 1 2 3 4 هذا 5، لا الترقيم من هنا 1 2 3 4
بالنسبه للكلور، بالنسبه للكلور هو في الرقم 4 على الكلور رقم 3 والبروم على الذره رقم 4، فيكون التركيب من اليسار الى اليمين. تدريب رقم 11، سم ايضا نفس المركب هذا وفق التسميه النظاميه. لاحظ هذا المركب نعم حلقي اولا، وكم ذره كربون؟ 3. اذا هذا سيكون 3 يعني ممتاز بروبان. طيب الترقيم هل 1 2 ولا 1 2؟ تلاحظون الفروع نفس الاماكن. الترتيب الابجدي لمن؟ للكلور ولا لليود؟ للكلور. اذا سيكون الترقيم 1 2 3، 1 2 3، هذا ترقيمه. مرة أخرى 1 2 3، الترقيم 1 2 هذه غلط، لأنه بالترتيب الأبجدي لازم يكون الكلور أولا، ومن هذه الجهة أيضا غلط لأن اليود يأخذ رقم 3 ونحن نبغى ناخذ أقل رقم، إذا هو رقم 2. إذا سيكون على الذرة رقم 1 كلورو وعلى الذرة رقم 2 يودو، فسيصبح المركب 1 شرطة كلورو، شرطة 2 شرطة يودو، بروبان حلقي. إذا كلورو شرطة 2 شرطة يودو، بروبان حلقي. كتبت الواحد أو لم تكتبه كما قلت قبل قليل في المثال السابق، لا يهم، إذا كان رقم 1 يمكن أن لا يكتب، وإن كتب لا بأس. إذا هذا المركب ترقيمه 1 2، فيصبح 1 كلورو شرطة 2 شرطة يودو، بروبان حلقي. هذا المركب نعم الاسم الأساس نعم 4 ذرات كربون، 1 2 3 4. طيب الترقيم من هنا ولا من هنا؟ طبعا الترقيم من هذه الجهة، فنقول 1 2 3 4، لأن الفروع تأخذ أقل رقم ممكن. لو رقمنا من هنا فيكون عندي فرع على 1 وعلى 1، يعني مجموعة من 2 2 3 2 و3 5. أما لما نرقم من هذه الجهة ونقول 1 2 3، فسيكون على 3 و3، يعني 6 و1 7، فسيكون مجموع الفروع أكبر، وبالتالي يكون الترقيم من هنا 1، فيكون على 1 و1 يعني مجموعهم 2، ثم 2 و3 مجموعهم 5. إذا الترقيم الصحيح هو من هذه الجهة، فنقول 1 2 3. طيب سم المركب، نبدأ بالأبجدية، فنقول 3 نعم ممتاز، 3 شرطة ممتاز برومو، 1 شرطة كلورو، شرطة 1 شرطة فلورو، ولأن عندي 4 ذرات كربون، ولأن عندي 4 ذرات كربون يصبح المركب نعم بيوتان حلقي، بيوتان حلقي. إذا 3 شرطة برومو وشرطة 1 شرطة كلورو، لاحظوا كتبناها ما في إشكال لما نكتب، شرطة 1 شرطة فلورو بيوتان حلقي، بيوتان حلقي. هذا المركب نريد أن نسميه تسمية أيضا نظامية، طبعا هذه معروف الحلقة هذه كم عندها من ذرة كربون؟ 6، والدائرة تعني وجود 3 روابط متبادلة ثنائية، إذا هذه حلقة بنزين، هذه هي حلقة البنزين. إذا راح يكون اسم المركب نعم كلورو بنزين، كلورو بنزين، يكون اسم هذا المركب كلورو بنزين. طيب تدريب رقم 14، ناتج المعادلة التالية C2H6 زائد BR2 تعطيني فراغ زائد HBr. الاختيار الصحيح هل هو C2H5BR2 أو C2H5Br أو C2H6Br؟ نعم الاختيار الصحيح هو الاختيار الثاني، لأنه يتم استبدال واحدة من الهيدروجين في هذا المركب وإدخال مكانها Br، وتذهب الـ H التي خرجت من هذا المركب وترتبط بالـ Br، فيصبح عندنا C2H5Br. اربط درجات غليان المناسبة لكل جزيء ميلي، C4H9Cl، C4H9I، C4H9F، C4H9Br. طبعا ستلاحظون نعم الملاحظة الأولى أن الشق العضوي ثابت فليس له تأثير في درجة الغليان، إذن التأثير سيكون للهالوجينات الموجودة طبعا، وترتيب الهالوجينات، ترتيب الهالوجينات طبعا قلنا في ترتيبهم داخل مجموعتهم، طبعا ترتيبهم داخل مجموعتهم نعم الإف في أعلى شيء ممتاز، ثم
السيل أسفل منه، ثم البي آر أسفل منه، ثم اليود. وكل ما نزلنا أيوة وكل ما نزلنا في هذه المجموعة يزداد الحجم، يزداد الحجم، كل ما نزلنا في المجموعة يزداد الحجم. وبالتالي كل ما زاد الحجم ماذا يصبح درجة الغليان؟ نعم تزداد درجة الغليان. إذن بالتالي سيكون السي 4 اتش 9 هو أعلاهم، يعني رقم كم؟ نعم رقم 130. إذن سيصبح هذا 130 لأنه أعلاهم حجما، فستصبح درجة غليان 130 درجة مئوية. أما أقلهم نعم فهو الفلور يصبح 45 لأنه في أعلى المجموعة. ثم بعد ذلك سيكون الكلور أعلى من الفلور راح يصبح نعم 78.4. أما البروم فسيصبح نعم 101.4، طبعا كلهم درجة مئوية. طبعا رتبناهم على أساس أنه المركب العضوي فيهم ثابت فليس له تأثير، كلهم عندهم 4 ذرات كربون 9 ذرات هيدروجين، إذن التأثير سيكون للهاليد، وبالتالي أعلاهم حجما هو أعلاهم درجة غليان، وأقلهم حجما هو أقلهم درجة غليان. طبعا أكبرهم حجما هو اليود فسيكون 130، وأقلهم حجما هو الفلور سيكون 45. أما البروم فهو أقل من اليود وأعلى من الكلور، إذن يكون 101.4، بينما الكلور سيكون أعلى من الفلور ويصبح 78.4 كما تلاحظوا. انتهى الدرس، أتمنى لكم الفائدة، أراكم في درس قادم، وتستطيعون التواصل عبر هذه العناوين الظاهرة أمامكم. مع السلامة.